شهد معبر رفح اليوم عبور العشرات من شاحنات المساعدات الإغاثية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة لأكثر من 10 شاحنات من المحروقات في حصيلة هي الأعلى منذ شهور. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها العسكري للجانب الآخر من معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. المزيد يطلع عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم توجهت 78 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية إلى منفذ كرم أبو سالم، وبالفعل من قام بتفريغ حمولاته إلى الآن نتحدث عن حوالي 40 شاحنة من هذه الشاحنات، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا بالإضافة إلى توجه حوالي 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات متنوعة ما بين البنزين والسولار والغاز. لأول مرة منذ شهور تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لأعداد كبيرة من الشاحنات التي تحمل دقيق بتفريغ حمولتها، وبالفعل هذه الشاحنات فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى. هذا بالإضافة إلى وجود عدد من الشاحنات التي تحمل مستلزمات للخيام وأيضا مستلزمات للمنازل في قطاع غزة. أعود إليكم مرة أخرى إلى الوضع العسكري، وعلى صعيد الهجمات لازال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس هجماتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ولازلنا نسمع بعض ذوي الانفجارات قادمة من الجانب الآخر من معبر رفح البري، ونحن على مقربة وعلى بعد أمتار قليلة من مدينة رفح من الجانب الفلسطيني. إذن اليوم نحن أمام تصاعد نوعا ما من أعداد الشاحنات التي تحمل يعني مواد ومعونات مختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا أمام تصاعد للهجمات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.